بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في درس جديد من سلسلة دروس الرياضيات للصف الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا اليوم المستوى الإحداثي. المستوى الإحداثي، معد الدرس الأستاذ عبد الله الكثيري ومقدم الدرس الأستاذ عمر مسمري. لنبدأ. لو تلاحظ الآن عندي المستوى، هو المستوى الإحداثي تقاطع خط الأعداد عند نقطة الصفر. شلون تقاطع المستوى الإحداثي وعندنا تقاطع خط الأعداد مع نقطة الصفر؟ الآن أنا عندي هذه نقطة الصفر، وعندي هذه نقطة الأصل اسمها نقطة الأصل صفر وصفر، هذا أول شيء في الإحداثي. وعندي هذا اسم المحور السيني، المحور إيش؟ محور السينات. يبدأ من نقطة الأصل صفر وصفر، من نقطة الأصل صفر وبعدين واحد اثنين ثلاثة، وانت رايح يمين كل ما رحت يمين يكبر العدد، يطلع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى ما لا نهاية، هذا اسمه محور السينات. وعندي محور الصادات هنا للأعلى، محور الصادات يكون اتجاهه للأعلى أيضا، يبدأ من الصفر إلى واحد اثنين ثلاثة أربعة، من الصفر تحت أسفل شيء بعدين اللي هي نقطة الأصل حقة الصفر، بعدين نبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية، هذا يسميه محور الصادات. فمحور الصادات يكون للأعلى، ومحور الصينات قلنا يكون أفقي باتجاه اليمين، اتجه يمينا، نبدأ من الصفر هي أقصى اليمين، ثم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة باتجاه اليمين، نطلع من اليسار إلى اليمين، دائما اتجه من اليسار إلى اليمين، ومحور الصادات نبدأ من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى، وهذه النقطة اسمها نقطة الصفر، نقطة الأصل اللي هي قيمتها صفر وصفر، نقطة الأصل قيمتها كم؟ صفر وصفر، وهي نقطة الانطلاق دائما، يعني دائما بتجي تحدد أي نقطة تبدأ من نقطة الأصل. طيب، استعمل الأزواج المرتبة لأجد النقاط على المستوى الإحداثي. طيب، نبدأ الآن. حدد موقع الكرة المبينة في المستوى الإحداثي، نبدأ هذه الكرة هنا صحيح؟ طيب، إذا قال لي موقع الكرة في الإحداثي هذا، أين تقع الكرة؟ أبجي عند نقطة الأصل هنا صفر وصفر، وبسأل نفسي أنا الآن بتجه يمينا كم وحدة؟ أبى أقول هذا نقطة الأصل صفر صفر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أنا الآن وصلت إلى الكرة، يعني خمس وحدات باتجاه اليمين، خمس وحدات باتجاه ليش؟ اليمين. طيب إلى الأعلى كم خطوة؟ واحد اثنين ثلاثة، فبصير إلى الأعلى ثلاث خطوات إلى الأعلى، فالكرة تقع أين تقع؟ على محور الصاد، على محور السينات عند ليش؟ الخمسة، يعني خمس وحدات باتجاه اليمين، خمس أرقام باتجاه اليمين، وثلاث أرقام إلى الأعلى، ثلاث أرقام إلى الأعلى. فالآن نقول الكرة تقع بالحاله من نقطة الأصل، تبعد الكرة خمس وحدات يمينا وثلاث وحدات إلى الأعلى. طيب كيف أكتب الزوج المرتب؟ دائما نكتب السينات أولا بعدين الصادات، فبنقول الزوج المرتب خمسة وثلاثة، خمسة وكم؟ وثلاثة، هذا هو الزوج المرتب. نشوف الآن، تسمى الأعداد في الزوج المرتب الإحداثيات، كل عدد في الزوج المرتب كل رقم يسمى إحداثية، فالأعداد الموجودة الأول يكون للسينات والرقم الثاني لمحور الصادات، وهذه تسمى الإحداثيات، يعني إحداثية النقطة، وهي تحدد موقع النقطة بالضبط. يعني الكرة قبل شوية قلنا خمسة وثلاثة، تتجه خمسة باتجاه محور السينات، ثم تطلع للأعلى ثلاث وحدات باتجاه محور الصادات، تجد الكرة بالضبط
هذه اللي يسمونها الإحداثيات، والآن متبعة في الخرائط حقت جوجل وكذا، نستخدم هذه نفس الفكرة نحددها فيها. طيب خلينا نقول، ما الحيوانات التي تقع عند الزوج المركب 5 و4؟ 5 إيش معناها؟ 5 تعني أنك تتجه باتجاه محور السينات 5 وحدات يمينا، فبطلع يمين من نقطة الأصل اللي هي 0 0، هنا نقطة تقاطع المحورين، هذه نقطة تقاطع المحورين 0 0. أتجه يمين كم؟ السينات 5، يقول اتجه يمينا 5. شايف السهم الأحمر هذا؟ متجه يمينا 5. ثم الآن يقول اطلع إلى الأعلى 4 وحدات، أطلع للأربعة 1 2 3 4، وصلت إلى مين؟ النقطة هذه تمثل مين؟ يا سلام، تمثل الأسد. يعني عندي الأسود هنا موجودة في نقطة الزوج المرتب الإحداثية إيش؟ 5 و4. الزوج المرتب 5 و4 يحدد موقع الأسود، يحدد موقع إيش؟ الأسود. طيب حدد موقع المكعب المبين في المستوى الإحداثي. لو جينا الآن بدأنا من نقطة الصفر، نقطة الأصل هنا 0 و0، ونتجه يمينا، لأن الإحداثية الأولى قلنا دائما تكون خاصة بمحور السينات، بمحور السينات، فببدأ من نقطة الصفر الأصل هنا 0 و0، واتجه يمينا في محور السينات 1 2 3 4 5 6 7 8. الآن محور السينات كم؟ اتجهت يمينا 8، أصعد للأعلى 1 2 3 4 5 6، أصعد الأعلى 6، فتصير المكعب هذا إحداثية المكعب 8 وكم؟ و6. 8 و6، 8 لمحور السينات و6 لمحور الصادات، فتصير 8 و6 هو موقع المكعب. طيب ناخذ مثال آخر، ما الحيوانات التي تقع عند الزوج المرتب 2 و6؟ 2 وإيش؟ و6. 2 يعني محور السينات 2، و6 يعني محور الصادات 6. أبدأ من نقطة الأصل دائما 0 و0، وتحرك باتجاه اليمين كم؟ 2 وحدة، 1 2. الآن أصعد إلى الأعلى 6 خطوات أو 6 وحدات، 1 2 3 4 5 6. يا سلام، وصلنا إلى مين؟ وصلنا إلى القرود، موقع القرود. فبالتالي النقطة هذه الإحداثية 6 و2 و6 تمثل موقع القرود، تمثل موقع القرود. تحديد الزوج المرتب الذي تمثله نقطة على الإحداثي، يعني كان نبي نشوف الزوج المرتب لأي نقطة على الإحداثي. النقطة فاء هذه أين تقع في الإحداثي؟ فببدأ بنفس الطريقة من نقطة الأصل 0 و0، واتجه يمينا اللي هي محور السينات كم وحدة؟ 1 2 3 4، وصلت إلى فاء 4. طيب أطلع إلى الأعلى كم وحدة؟ 1 2 3 4 5، فبتصير الإحداثية إحداثية فاء تساوي 4 و5، 4 لمحور السينات و5 لوحدة لمحور الصادات. نفس التدريب، حدد الموقع الذي يقع عند كل زوج مرتب. نبدأ مع بعض، بسم الله. الآن 5 و3، ايش نقصد ب5 و3؟ الإحداثية 5 و3، 5 لمحور السينات يعني اتجه يمينا 5 وأصعد إلى الأعلى 3. يلا هذه نقطة الأصل 0 و0، نبدأ نتحرك. شوف من نقطة الأصل هنا 0 0، أتحرك يمينا 5، 1 2 3 4 5. شاف المؤشر الآن واقف عند 5. طيب ممتاز، إذا كان المؤشر الآن عند 5، الآن باجي أصعد إلى الأعلى كم؟ 3 وحدات، 1 2 3 على محور الصادات. أجل معنى كذا هذا وصلت إلى مين؟ إلى المتحف، فتصير الإحداثية 5 3 هي إيش؟ المتحف.
الإحداثية 9 و3 بنفس الطريقة، أبدأ في محور السينات وين؟ من نقطة الأصل 0 و0 وتحرك يمينا إلى أن أصل إلى 9، 9 وإحداث، هذه 9. شايف الآن السهم عند 9، أصعد إلى الأعلى كم؟ 3، أصعد إلى الأعلى 1 2 3، صار وصلت إلى مين؟ يا سلام، وصلت إلى المستشفى. فالـ 9 و3 هي عبارة عن إيش؟ المستشفى. الآن نبغى الإحداثية 6 و8. الإحداثية 6 والإحداثية 8، 6 لمحور السينات و8 لمحور الصادات، يعني 6 اتجه يمينا 6 وحدات، و8 اصعد الى الاعلى 8 وحدات. نبدا من نقطة الاصل اللي هي 0 و0 وتحرك كم؟ 6 وحدات، هذه 6 وحدات اللي هي رقم 6. الان اصعد الى الاعلى 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، يا سلام، وصلنا لمين؟ الاستاذ الرياضي. الاستاذ الرياضي، طيب ممتاز. الآن نبغى الإحداثية 1 و1، يعني أتحرك إلى اليمين كم؟ نقطة واحدة فقط، وحدة واحدة فقط. طيب أتحرك إلى اليمين 1، وأصعد إلى الأعلى أيضا وحدة واحدة، يعني يمينا وحدة والأعلى وحدة. فما ببدأ الآن؟ وصلنا إلى مين؟ الدفاع المدني. وصلنا الإحداثية 1 و1 هي إحداثية الدفاع المدني. طيب الآن الإحداثية 8 و6، الثمانية إيش تعني؟ هي إحداثية المحور السيني والستة من إحداثية المحور الصادي. فببدأ الآن بسم الله من نقطة الأصل 0 و0 وتحرك باتجاه اليمين كم؟ 8، هذه 8 على محور السينات. ويقول لي اصعد باتجاه الأعلى 6 وحدات، أعد 1 2 3 4 5 6، وصلنا إلى مين؟ إلى سوق الجملة. فبالتالي الإحداثية 8 و6 تمثل مين؟ سوق الجملة. سوق الجملة. الآن كذا أنا وصلت لجميع الإيش؟ الإحداثيات اللي أعطاني إياها السؤال. 5 و3 المتحف، 9 و3 المستشفى، 6 و8 الإستاد الرياضي، والإحداثية 1 و1 الدفاع المدني، والإحداثية 8 و6 هو سوق الجملة. الآن حدد الزوج المرتب الذي يمثل موقع الآتي. أبغى محطة الحافلات، أجي أبحث هنا وين محطة الحافلات، ثم نطلع الزوج المرتب لها. هذه محطة الحافلات، شايفها اللي عند السهم هنا عند المؤشر. طيب المؤشر يقول هذه محطة الإيش؟ الحافلات. طيب كيف أعرفها؟ أول شيء أنزل للأسفل علشان أعرف قيمتها في محور الإيش؟ محور السينات. أنزل للأسفل، أوه تساوي 9، أجل السينات 9. طيب أروح باتجاه اليسار عشان أشوف محور الصادات، يا سلام، أجل كم الإحداثية؟ إحداثية محطة الحافلات المحور الصينات 9 ومحور الصادات 9، تساوي 9 و9. الجامع الكبير، أروح أدور وين الجامع الكبير. هذا الجامع الكبير عند المؤشر، لو تشوفون الآن هذا المؤشر. تبدأ تنزل للأسفل 5، يا سلام، شايف نزلنا للأسفل وصلنا إلى محور السينات، يقابلها كم؟ يقابل النقطة حقت الجامع الكبير 5 في محور السينات. طيب كم يقابلها في محور الصادات؟ يقابلها 6، فالإحداثية هذه تصير 5 و6، 5 لمحور السينات و6 لمحور الصادات. الآن نبغى سوق الخضار. وين سوق الخضار؟ هذا سوق الجملة، سوق الخضار، هذا هو سوق الخضار. طيب وصلنا لسوق الخضار. سوق الخضار يقابلها الإحداثية رقم كم في محور السينات؟ يا سلام، في محور السينات يقابلها كم؟ 1. طيب على محور الصادات سوق الخضار 8، فتصير 1 و8. حديقة الحيوانات،
حديقة الحيوانات وين؟ هذا الجامع الكبير المتحف، هذه حديقة الحيوانات. يقابلها في محور السينات 2، يقابلها في محور الصادات 4، يعني 2 و4. المكتبة، وين المكتبة؟ هذه المكتبة يقابلها في محور السينات 3، يقابلها في محور الصادات 7، فتصير 3 و7. الآن سمى الحروف، سمى الحرف الذي يقع عنده الزوج المرتب في المستوى الإحداثي. فبيشوف الآن أول شيء 6 و1، وش الحرف اللي يقع في الإحداثية 6 و1؟ 6 و1 يعني 6 في محور السينات والواحد في محور الصادات. وين الستة؟ هذه الستة، وستة واحد يعني حرف إيش؟ الكاف، حرف الكاف. طيب نبدأ نشوف الآن، نبغى 3 و4، سينات 3، صادات 4، حرف إيش؟ القاف، ممتاز. 1 و5 يعني محور السينات 1 والصادات 5، على طول وصلنا إلى حرف الهاء. الآن 2 و2، سينات 2، صادات 2، إذا رحنا سينات 2 صادات 2 وصلنا إلى الحرف واو. سينات 5، صادات 3، السينات 5 إحداثيات، السينات 5 وإحداثيات الصادات كم؟ 3. وصلنا إلى الحرف نون، وصلنا إلى الحرف نون. الخلاصة إحنا الآن عرفنا كيف نستعمل الأزواج المرتبة لأجل النقاط على المستوى الإحداثي، أزواج مرتبة، وأقدر أطلع من خلالها ليش النقاط الموجودة على خط على المحور الإحداثي على المستوى الإحداثي. طيب وأيضا عرفنا كيف نسمي الأعداد في الزوج المرتب لإحداثيات، وهي تحدد موقع النقطة. فتسمى الأعداد اللي موجودة في الزوج المرتب إحداثية النقطة، أي الأرقام يعني 2 و6 يعني إحداثية النقطة اللي هي 2 لمحور السينات و6 لمحور الصادات و6 لمحور الصادات. هذه النقطة تسمى إحداثية، تسمى إحداثية. عند تحديد نقطة على مستوى الإحداث نبدأ بالإحداث السيني، هذه مهمة جدا، إن دائما نبدأ بالإحداث الإيش؟ بالإحداث السيني فقط، نبدأ بالإحداث السيني ثم الإحداث الصادي، يعني الرقم الأول سينات والرقم الثاني هو للإحداث الصادي. طبعا إلى هنا نصل لنهاية درسنا لهذا اليوم، لنا اللقاء إن شاء الله في درس قادم في أمان الله.